نرجع شوية للماضي ونقول بأن السيد اللي كان شكر واللي فعلا عتق الرجاء هو السي محمد أوزان، حيت ذاك شكون الظرفية نسمعوك اللي كان مزيان؟ سي محمد أوزان، سي محمد أوزان. نعم، حيت ذاك الظرفية اللي كانت صعيبة وكان الاضطرابات الجوية كثيرة وكان المشاكل شكون اللي غياخذ الرئاسة وشكون اللي غيتشجع ويزيد الخدام، جبرنا السي محمد أوزان حنا كرجاويين اللي خدا زمام الامور وخدا على عاتقه باش يعني ينقذ الفريق، وكنشكرو من هذا يعني من هذا المنبر هذا، وكنقول له شكرا على اللي قدم النادي الرجاء هذه 30 عام واللي باقي كيقدمه اليوم، حيت هو ديما معنا. فاش كان دور السي محمد اوزان، سمح لي قطعتك السي جواد، فاش كان دور ديالو مهم في تلك الفتره الحساسه؟ انا كنظن ذاك الفتره الحساسه خلق الاجماع باش يقول الطريق الصحيح هو انا السي محمد اوزان غناخذ زمام الامور وكل شيء يعطينا بحال اللي كيقول تعاونونا غير فكاك الله يخليكم عطيونا شويه ديال الوقت ونهدنوا الامور، حيت كانوا تيارات عقلتي كان هذا باغي يدير حاجه والاخر باغي يدير حاجه وهذا ما باغيش يمشي والاخر باغي يعني جا وقاد الامور وقال جميع التيارات تتنقضوا الرجاء ودابا عليكم شويه ديال السكوت وشويه ديال الوقت وشويه ديال الصبر. هي هذيك اللجنه المؤقته 16 ابريل يعني تالينا ذاك المرحله ديال ذاك لا سيزون 2017 2018 ولا نقول 2018 2019، يعني تالينا 2017 و2018 وبدينا 18 19 بدينا بهدوء، حيت كان ديك الساعه لاكاف لعبات. نعم، في جوان 2018 بدينا كان يعني كان تقدموا مزيان في دور المجموعات، ومن ثم مشات المسيره. هو في شتنبر 2018 خدا القرار باش ما يتقدمش الانتخابات، واقترح انا ذاك باش انا ناخذ الرئاسه ديال النادي، هو اللي الاقتراح جا من عندو المنخرطين، ومن ثم بدات المسيره.